على عمل الخير. نشوف قبل ما نطلع فاصل الغضب من المسلسلات. أهالي بني سويف غاضبون أيضا، كانوا غاضبين من قبل بسبب جملة في مسلسل علي ربيع، غاضبون هذه المرة بسبب جملة في حلقة الكابتن أزارو لاعب النادي الأهلي مع رامز جلال. أستاذ طارق الجبالي، أستاذ طارق أهلا بيك. كل سنة حضرتك طيب ومشاهدين حضرتك بخير. كل سنة وانت طيب. قول لي ليه، يعني قلنا خلاص الغضب انتهى بعد ما عبرته عن كده في مسلسل علي ربيع، لماذا الغضب الآن يا؟ والله الغضب يا وائل بيه ان طبعا حضرتك الأستاذ رامز جلال بجلالة قدره يطلع يتريق على شعب بني سويف، وشعب بني سويف على يعني فكرة يا وائل بيه اللي حضرتك والناس ما يعرفوش ان دكتور احمد بهجت صاحب قنوات دريم، رجل الاعمال المعروف مواليد بني سويف، السيده جهان السادات مواليد بني سويف، الدكتور علي جمعه مواليد بني سويف، والدكتور يوسف بطرس غالي مواليد بني سويف، وبني سويف خرجت اجيال كتير قوي وفنانين كبار جدا على راسهم الفنان حسن عبدين والمخرج عمرو عبدين. فاحنا شعب بني سويف، عايز اقول لرامز جلال شعب بني سويف مش شعب تتمهزق بيه. الاسفاف اللي بس هو جايز، هو ما بيقصدش الاهانه يعني، هو ازاره. احنا المشهد بس يبقى جاهز ولا لسه يا جماعه؟ هو يعني بيتكلم ازاره، فهو بيقول له انت من بني سويف، مش كده؟ بيقولها بلغه سخريه وائل بيه، يعني بلغه سخريه كبيره جدا، يعني احنا ما نقبلهاش. فاحنا بنستاذن حضرتك، يعني احنا شعب بني سويف، انا بتكلم بالنيابه عن شعب بني سويف، وانا بقولها ومعلش. برنامج حضرتك برنامج محترم، وبنوجه رساله لكل فنانين مصر، معلش اذا كان شعب بني سويف هيجي في اي مقطع تاني او في اي مسلسل او اي فيلم باستهانه، احنا مش هنسكت. ورامز جلال ان ما يطلعش وقدم اعتذار شعب بني سويف كلنا، والعلم حضرتك كلنا تمام على اتم استعداد، احنا سايبين له فرصه تمام لحد لا ما يعني ما فيش اي حد هيستشعر لو فيها اي اهانه، الناس هتعتذر يعني. لو حضرتك تابعت حضرتك الفيديو هتلاقي الفيديو فيه فعلا طريقه مستفزه، استهزاء استهزاء بلغه الشعب بني سويف تمام. انا بشكرك يا استاذ طارق، واحنا هنحاول نشوف المشهد اهوت نجيبه، بس خليني كمان اسال السيدة جنة.